علاج وثواب. شروط الحجامة الطبية السليمة تقوم أول شيء بتعقيم أدوات الحجامة جدا لتجنب التلوث، وأفضل منطقة للحجامة على منطقة الكاهل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم المبالغة في تشطيب مكان الحجامة، بل يكتفي بإحداث جروح صغيرة جدا لتجنب حدوث النزيف أو خسارة كمية كبيرة من الدم. أن يكون المحتجم في حالة نفسية مطمئنة، وأن يعتبر أن عملية الحجامة هي سنة نبوية فيها أجر وشفاء، وهناك شروط أخرى ولكنها تحتاج لمزيد من الدراسة والبحث، والله أعلم.